السلام عليكم خاوتي الجزائريين والجزائريات، المغتربين والمغتربات، نحييكم بدون استثناء. خاوتي اليوم هذا الفيديو صغير راح نديرو على الرد على الخفافيش. الخفافيش هذو اللي يخرجوا غير في الليل، الخفافيش هذو اللي يبانوا غير في، يتهلاو بالناس، يبداو يسبوا في الناس، يبداو يهضروا في الناس، يطيحوا في الناس. انا نقول تحدى اي واحد عنده اي دليل عليا كاش ما درتلو ولا سرقته ولا خدعته، والا اذا شربت بترول الجزائر انا قولوا لي انا شربت بترول الجزائر في كرشي ولا سرقت الدراهم الجزائر، راني هنايا راني مستعد. خاوتي كل واحد يعبر على روحه، كل واحد يعرف واش يخرج عليه، كل واحد يعرف الامور اللي تساعده في هذه الحياه، وخاصه احنا في الغربه. انا يا عشت حياتي هنا مده تقريبا 23 سنه، عاوننا الجالية، هو من الناس يعرفوني وربي شاهد، عاوننا واش نقدروا، وكاين الناس عاونهم حتى بالدعاء. جات فرصة الانتخابات، لو أني في البلاد ما نفوتش، لكن هنا الجالية كاين أمور مهمة للجالية. دخلت مع واحد السيد وهو الأستاذ سليمان محمدي، إنسان شريف. عندنا مشاكل هنايا كثيرة للجالية، من بينها خاوتنا في إيرلندا كانت أكثر من 5000 جزائري وجزائرية ما عندهم حتى لا قنصلية ولا سفارة، تفرض عليهم ظروف باه يجوا لندن باه يخرجوا كواغتهم. وبالتالي احنا في هنا في الغربة وخاصة بريطانيا عندنا مشاكلنا مختلفة. واحد اللي يموت يلمدوا له الدراهم باه يهبطوه البلاد، بينما الوزير كي جا وزير الجالية يا أخي قال في الفيديو راه مسجل، أي جزائري مات هنا الحكومة تكفل به باه تبعثوا للجزائر. والانسان اللي خدام يخلص 25 يورو في العام، احنا ما شفنا لا 25 يورو لا ما هبط، لا هبطوا الناس باطل. لذلك خاوتي هذه الامور تساعدنا حنايا هنايا في بريطانيا، وخاوتنا في اوروبا وامريكا وكندا نعانوا نفس المشاكل. الناس اللي راه يهضر عليا هكذا الكلام الطايح هذا، اي واحد عنده دليل مادي ومعنوي كاين القضاء، وراني مستعد لاي نقاش لاي حوار. بصح كذب لا، واحد حياته كاع عايش سكارجي، حياته كاع عايش كي كيلو، عايش كي بواب، خدمته بواب، ماكش قادر المسؤوليه، اسكت سكتنا بسكوتك. حاجه اخرى خاوتي، الناس اللي هم يهضروا اللي ما عندكش دليل راك امام القضاء راك دير تشويه تشهير الانسان، وفي القانون الهولندي والقانون الاوروبي يعاقب عليه قانون. في الماده 206 و207 في القانون الهولندي ديفليميشن اوف كاركتر يعاقب عليه القانون. هذا الناس اللي مدوا المعلومات بهم غيره والله حسد، راني جايكم وراني جايب والله ثم والله ثم والله ما نسامح في حقي، راني مع لافوكا وقاضي وقت برك سواء هنا في اوروبا ام في الجزائر. قضية كما تعرفوا ديفليميشن في كاركتور تاخذ وقت، بصح والله ماني ساكت، والله ثم اقسم بالله العلي العظيم ماني طالق السيد هذاك. هكذا خاوتي، خاوتي انا حر في تصرفاتي، حر في كل حياتي، رانا في بريطانيا وكل واحد يدبر على روحه. المهم نحاولوا نتوحدوا خاوتي، اذا حبيتوا تساعدونا باه نعاونوا الجالية تاعنا، لأن المشاكل هنا مختلفة مش كما الجزائر. عندنا مشاكل كثيرة هنا في بريطانيا. حنايا ساعدنا الجالية، هنايا عاوننا حتى كي نروحو حنا نزورو خوتنا في الحباس، خوتنا في السبيطارات، حتى ونصحنا خوتنا بالكلام بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. خوتي المشكلة أن التمثيل الجالية راح تكون في المنطقة الرابعة أوروبا وأمريكا، يعني حتى وهم ليس هذا عدل. فرنسا عندهم 4 نواب، بينما الباقي الدول الأوروبية وأمريكا عندهم نائبين فقط، وهذا ليس عدل. يعني احنا عندنا أهداف هنا ينطلبوها، وهي السعي لإنشاء مدرسة جزائرية تمولها الحكومة الجزائرية نسبة مقارنة بفرنسا. فرنسا عندهم كلش، احنا ما عندناش. تخفيض التذاكر والمطالبة بفتح خط بحري من بورسموث إلى الجزائر،
او حتى فتح يعني مجال جوي للطائرات يعني الرخيصه كما ايزي جات وراينر، وكاين مطالب اخرى. خاوتي هذا ما عندي نقولكم، وحسبي الله ونعم الوكيل على هذو الناس اللي يهضروا، هذا الناس اللي يديرون التهم. المشكله كانت ليا انا يا ولت فيها سليمان وارهابي وكذا. سليمان خرج في 89 من الجزائر وقاري في سوريا، يعني عنده مستوى ما شاء الله، انسان وطني يحب البلاد. وبالنسبه للناس هذو اللي يطيحوا علينا هكذا، اعطوني انا والفيديو اللي هضرت الشهاده، وراني الشهاده. انا عندي 47 شهيد ماتوا في نهار واحد، ما كاش واحد وطني يقول لك وطني. احنا صراحه انا من الشرق الجزائري وافتخر الحمد لله، يعني ما نقولش اصحاب الشرق خير من اصحاب الغرب، لكن يا اخي احنا اصحاب الشرق جهتي خاصه فاميلتي ما عندناش حركه كاع ما عندناش، وعندنا فحوله نحبوا البلاد. كي هضرنا على المشاكل الحكومه هضرت على الفساد والمفسدين، اما هذه قضيه الانسان يقول انه مرتزقه او مرتزقه، هذاك الجزائري كنت نهضر فيه. هذيك رساله للليبيين ما يظلموش خوتهم الجزائريين، كاين ناس الجزائري ما يفهمش الجزائري يبدا يدير الدعايات والتهم. وراني جايكم ان شاء الله خوتي هذا ما عندي نقول لكم ان شاء الله، وربي يكون مع كل واحد، ربي يفتح على خوتنا في الغربه وربي يفتح على خوتنا في الجزائر. نحبوكم ونسلموا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.